أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي في تصريح خاص لمركز الأخبار عبر تقنية الاتصال المرئي سكايب أن المنصة الإلكترونية لسوق العمل والتي أطلقتها الهيئة ستسهل عملية التوظيف في القطاع الخاص لكونها تمثل قناة للتواصل بين الباحثين عن عمل والمؤسسات والشركات. البحرين تسعى بصورة كبيرة إلى عودة الحياة الاقتصادية وعودة الحياة التجارية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت، ولكن أصحاب العمل في البحرين ما يقدرون يوصلون إلى عمالة اللي يحتاجونها من الخارج بسبب توقف رحلات الطيران وإغلاق مطارات الدول المصدرة للعمالة. احنا لله الحمد في البحرين مطاراتنا او مطارنا لم يغلق، ولكن المطارات الاخرى هي التي اغلقت، وبالتالي اليوم صاحب العمل اذا احتاج الى عمالة عليه ان ياخذها من الداخل، ولكن هناك صعوبة في وصول صاحب العمل الى هذه العمالة في الداخل التي تبحث عن عمل، وبالتالي ياتي دور المنصة الذي يعني رسم لكي يكون حلقة وصل، لكي يستطيع صاحب العمل أن يصل إلى العمالة التي يحتاجها من داخل البحرين دون الحاجة للاستقدام من الخارج، وعلشان ما يتعطل شغله ولا تتعطل المسيرة الاقتصادية. كما أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة ستقوم بعملية التدقيق للطلبات والإجراءات لإعطاء تصريح العمل للعمالة الوافدة بعد جائحة كورونا، وستراقب الأوضاع المعيشية والسكنية لكي ترتقي بوضع العمال بمملكة البحرين دون تضييق على صاحب العمل والقطاع الاقتصادي. هناك استفادة كبيرة ودروس كبيرة من ما يحدث الآن، وإحنا نعمل على خطط لكي نرتقي بالوضع العمالي في البحرين دون التضييق على صاحب العمل ودون التضييق على القطاع الاقتصادي، ولكن عن طريق التدقيق على الإجراءات، التدقيق على الطلبات، وإعطاء تصاريح العمل للعمالة الوافدة لمن يستحقها. وليس ذلك فقط، ولكن بعد دخول هذه العمالة إلى البلاد الاستمرار في مراقبة أوضاعها وسكنها وطريقة معيشتها لكي لا تتكرر بعض المظاهر التي رأيناها أثناء هذه الجائحة.